ورحمة الله وبركاته، قناة تكنولوجي يوتيوب. اليوم عندنا فيديو نديرو الشرح على لامبا تاع ستوب و سيرفيس يشعلو في طابلو دبور. هنا دايما نلقاها شاعلين، نديرو كونتاكت هنا هكا. عندنا ستوب، عندنا سيرفيس، عندنا هاديك تاع الارباق من هيه، واش عندنا تاني؟ عندنا هاديك تاع لونتي ديماراج، عندنا الفنجال تاع ليسونس، عندنا التيموا تاع الحمام. نديرو الشرح تاعنا بإذن الله. بون، لامبا تاع سيرفيس تشعل مع الأرباك. هنا عندي الأرباك مطرطق، على بيها تقعد شاعلة. ما تنوض السيارة تقعد شاعلة، قلنا لامبا تاع سيرفيس تشعل مع الآخر. بالنسبة للامبا تاع ستوب، عندها ربع حالات تشعل فيها، متأكد عندها ربع حالات تشعل فيها اللمبة تاع ستوب. تشعل لك ستوب مع الزيت اذا كان عندك مونك غريساج في السيارة، يعني الزيت ناقص، ماشي الزيت ناقص، يعني يكون عندك بومبة تاع الزيت ما تخدمش تكون ناقصة، يكون عندك فيبرو كان ليكوسيني طايحين، تشعل لك تبقى تشعل ستوب وتسينيالي الزيت. انا تعرف بلي البروبلم راه في الفيبروكا او في المانو تاع الزيت، اذا كان المانو تاع الزيت رايح تاني يقدر يديرها. تشعلنا ستوب على اللمبه تاع الباتري، هادو زوج. كي تشعل، تشعل ستوب مع اللمبه تاع الباتري. واش يصرى هنا؟ واش يكون المشكل؟ المشكل انه تكون سيارة ما تشارجيش تاعنا. اذا كانت سيارة ما تشارجيش تبقى تشعلك لامبا تاع ستوب مع الباتري، تقعد شي على فيكسي الباتري ولا ترمش، تعرف بلي هنا السيارة تاعنا ما هيش تشارجي. هذا بالنسبة لامبا تاع ستوب مع الباتري. عندك لامبا تاع ستوب مع الفرنامة، لامبا تاع ستوب مع الفرنامة يكون عندك الزيت ناقص، يكون عندك زيت تاع زيت الفرامل يكون ناقص، يكون زيت الفرامل ناقص تبقى تشعل. عندنا لامبا تاع ستوب مع تيموا تاع السخانة، ها هو هذاك الأحمر تحتاني لو كيطفى، ها هو هذا اللي طفى. بون، لامبا تاع ستوب مع تيموا تاع الحمام. هنا واش هو المشكل؟ المشكل هنا تكون السيارة تسخن، الفونتيلاتور ما ديكلونشيش، ولا يكون عندك جوانت كيلاس رايح، ولا ديباسي الحد تاعها. كي ديباسي الحد تاعها تاع السخانة غتعلمك بلي تقولك راك سير شوف، تشعل لك ستوب وتشعل لك لاخر بلعبية نكاري. عندنا هذا لو تيموا تاع ليسونس، عندنا هادي لونتي ديماراج، هادي لونتي ديماراج كيما نشوفو سيارة الرونو، تشعل كي تكون لابيس قارية لابيس تشعل وتطفى كيما هاك. بصح الا كان عندك ما تقراش لابيس كي تشعلها تبقى تكلينيوطي، كي تبقى تكلينيوطي كيما نقولو ما تنوضلكش السيارة، هي لازم دير كيما هاك تشعل وتطفى. يبقى لنا تيموا واحد اخر اللي هو تاع ليسونس، هذا كي تلحق للرزيف تشعلك. بونديرو مراجعة خفيفة، قلنا لانسين تاع الارباك مع سيرفيس، هذا كي تكون عندك الارباك مطرطق ولا الارباك مديزاكتيفي ولا تشعل. ستوب مع الزيت، مونك دو غريساج، مانو تاع الزيت رايح سا ديبون. ستوب مع الباتري، ستوب مع الباتري السيارة ما تشارجيش. ستوب مع مع الانسين، هذا الزيت تاع الفرامل ناقص. ستوب مع التيموا تاع السخانة، تكون كي يسموها ما الفونتيلاتور ما ديكرونشاتش، ولا عندك جوانت كيلاس مصوتي، ولا دير سيارة كيما هاك. هذا بالنسبة لي زانسين تاعنا. مرحبا بكم، ونتلاقاو في فيديوهات اخرين ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.